في الوقت اللي فات حتى اللي ما كانش خايف وكان بيتكلم مع حد تاني كان بيخاف، وتحس انه كل واحد عنده مشاعر وعمال يطلعها، ده حصل وسوى، وحتى اللي انا معرفهوش ده انا اعرف واحد سمع عن واحد حصل معاه كذا، وتبص تلاقي الخوف عمال يزيد ويزيد جواك، وحتى ان ما كنتش شايف بعينيك حاجه تخوفك تبص تلاقي المخاوف عماله تطلع من جواك. الرب جه وقعد يفكرني بكذا حاجه في الكتاب المقدس كده وقول لي بصي كده اتفرجي على شعب اسرائيل زمان ايه اللي حصل معاهم وهم خارجين من ارض مصر وماشيين ورا موسى ومش عارفين هم رايحين فين، واول موقف يقابلوه يبصوا يلاقوا بحر قدامهم. ايه رب ايه ده، هو انت مخرجنا علشان نقف بحر قدامنا والعدو جاي خلفنا؟ طب هتعمل ايه يا رب؟ خلاص الدنيا وقفت، وقفت بالنسبه لهم هم وبعنيهم هم. لكن يجي كده الرب يقول لهم انا عايز افرجكم مين هو الهكم، مين هو الهي اللي انا لو بصيت عليه مش هشوف البحر، ومش مهم اذا كان في بحر قدامي شكله ما ينفعش يتعبر، لكن الهي عايز يفرجني انه البحر اللي قدامي دوت هو يقدر يشقه، يقدر يصنع منه طريق. مش هقدر اشوف الهي الرائع جدا غير لما أشوف وهو بيعمل الحاجات اللي ما ينفعش أشوفها بعيني. إذا عرفت تبص على الرب مش هتشوفه بعينيك لكن هتشوفه جواك. أنا بصلي وبقول يا رب كل يوم من فضلك ساعدني إنه يكون إيماني اللي احنا تعودنا وعرفنا إنه الإيمان دوت هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، لا ترى. رب أنا عايزة من غير ما أشوف بعيني أشوفك وإنت بتفتح البحر قدامي، وإنت رب في وسط المصاعب تكون بتشق رب الطريق ده عشان أعرف مين هو إلهي أشوفه وأتمسك بيه بالإيمان.